مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. احنا اليوم موجودين داخل مطعم ديوان عدن للمندي ومعنا السيد علي اليافعي. اهلا ومرحبا بك سيد علي. نرحب فيكم ونشكركم على الزيارة الحمد لله، وتحية للمشاهدين الكرام ان شاء الله. سيد علي، خبرنا كيف بلشت فكرة انك تسوي مطعم داخل الامارات؟ بالطبع يعني الاستثمار في الامارات و البيئة المهيئة وضمان حقوق الناس والأمن والأمان وحبنا للوجبات اليمنية وشهرة الوجبات اليمنية والمطبخ اليمني عند تقريبا أغلب الجنسيات، هذا شجعنا على الاستثمار في هذا المجال. خبرني شو هي الأصناف اللي أنتم هنا متميزين بها أكثر؟ طبعا المطبخ اليمني يمتاز بعدة أصناف، من وعلى يعني أهميتها والشهرة الأكثر هي للمندي، وبالإضافة للمندي عندنا المدفون، عندنا المخمود، وعندنا الزربيان، وعندنا الكبسة، طبعا بينعمل باللحم وبينعمل في الدجاج. طيب سيد علي، هل هنا بتوفروا خدمة العزايم؟ يعني لو في أحد عنده عزومة أو عرس أو ملجأ، هل فعلا بتقدروا أن أنتم تتوصلوا له؟ طبعا رحنا الحين اوريدي عندنا التوصيل مجاني وعندنا استعداد تام لكل المناسبات. توصيل الفجيرة للمناطق اللي حوالين الفجيرة بنوصل لهم، ما على العميل الا ان يعطينا او يتفق معنا او يخبرنا قبل شيء يعني لحد 8 ساعات ادناها، بحيث ان احنا يكون عندنا امكانيه بنعمل كل شيء وعندنا الاستعداد التام يعني. طيب سيد علي، ايه خططكم المستقبليه؟ ان شاء الله بنفتح فرع في داخل المدينه في الفجيره، وعندنا برضه حلم وخطه ان نفتح فرع في الديد ان شاء الله. ان شاء الله. طيب هو حضرتك كنت قبل اللقاء قلت لي ان انتوا بقالكم 3 سنوات فاتحين المطعم. نعم. هو حضرتك ليك قد ايه في الامارات؟ انا في الامارات من عام 2000، يعني تقريبا 20 سنة. طب كلمنا اكتر عن قصة نجاحك، يعني انت قبل المطعم يعني ابتديت ازاي، او جيت الامارات ايه اللي انت سويته اول ما جيت؟ يعني اول ما جيت الامارات طبعا جيت على شركة واشتغلت في شركة في منطقة السيجي، وتنقلت من عامل عادي الى سائق خفيف الى سائق شاحنة، ثم انتقلت إلى شركة أخرى ومندوب في العلاقات العامة. الحين 14 سنة مندوب في العلاقات العامة، والحمد لله هو فتحنا المطعم. طب العلاقات العامة بعيدة شوية عن الأكل عموما، فأنت الفكرة أصلا جات لك إزاي؟ لا هو اللي ما هو يعني ليه اخترت اللي أنت تعمل مطعم، يعني ما اخترتش مشروع ثاني؟ لا، عندي الولد من المحبين أو العاشقين للأكل اليمني، فهو صاحب الفكرة، يعني هو صاحب الفكرة، ففرحنا ساعدنا في النجاح إن شاء الله. متخصصين في الأكل اليمني، ورحنا لنا 7 سنين خبرة في هذا المجال في الأكل اليمني، ويلا بنا بنرويكم على الأكلات اليمنية. أولا معنا هذا الفرن البخاري، نعمل فيه المندي اليمني واللحم المندي والدجاج المندي والدجاج المدفون واللحم المدفون واللحم الحنيد، وهذا معانا العيش الأبيض، ومعانا هذا الزربيان اليمني، الكبسة اليمنية،
هذا طبعا العيش المندي ينعمل داخل الفرن، وعندنا هذا الطبق اللحم المندي ينعمل جوا الفرن، وعندنا هذا الطبق الدجاج المدفون، وعندنا هذا الطبق اللحم المضبي على النار على الفحم، وعندنا هذا الدجاج المضبي على الفحم، وعندنا هذا الدجاج المندي ينعمل جوا الفرن، وعندنا هذه البرمة اليمنية مع الشربة، وعندنا هذا المخمود اليمني ينعمل على الفحم، وهذا الحنيذ اليمني ينعمل جوا الفرن، وهذا عندنا المضبي، وهذا عيش الكبسة اليمنية. طبعا بتنعمل مع الدجاج كبسة، وبتنعمل مع اللحم. وعندنا أنواع من السلطات، هذه السلطة العربية تتكون من الطماطم والخيار والجرجير والليمون وعصير الرمان، وهذا الطبق خيار بالروب، سلطة خيار بالروب تتكون من الروب والخيار والنعناع. كفاح زي كده كان ليك دعماء ليك وشركاء في النجاح، ممكن تكلمنا أكتر مين هم شركائك في النجاح؟ طبعا الفضل في النجاح لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لشيوخنا وللجهات الحكومية والمواطنين الدولة والمقيمين. فرحنا حاسين رحنا في بلدنا، في بلدنا الأصلي، ما نقولش البلد الثاني، رحنا في بلدنا الأول، فما في أي تمييز نشعر فيه، والأمور فيها نوع من التسهيل وضمان الحقوق، وهذا أهم شيء شعرنا أنه هنا في الدولة في ضمان للحقوق، الأمن والأمان، بحيث أنه يجعلك الأمن والأمان بالذات يجعلك يكون يصب تفكيرك كله في 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 إنجاح المشروع أو الفكرة أو الحلم اللي أنت تحلم فيه. طبعا اكيد دوله الامارات كان ليها يعني دعم لينا او فضل علينا طبعا كلنا، فممكن تقول لنا سعادتك في الدوله؟ اكيد يعني التشجيع والدوائر الحكوميه، التسهيلات اللي بنحصلها بالدول الحكوميه والدعم بيكون فضل كبير، والامن والامان الموجود في الدوله هو المشجع لاي مستثمر، اي مستثمر فهو بيبحث على ثلاث أشياء رئيسية: الأمن والأمان وضمان الحقوق. صحيح، الله يحفظنا شيوخنا ويحفظ لنا يعني الغاية الموجودين على دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين إن شاء الله. سيد علي، احنا بنشكرك جدا وسعدنا جدا بلقائنا معك. ونحن نشكركم وتشرفنا بحضوركم، وأتمنى لكم مزيدا من النجاحات إن شاء الله. شكرا، يعطيك العافية. الله يحفظكم إن شاء الله. وزي ما ابتدينا الحكاية بقصة كفاح، رحنا نيها بكلمة شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقة القادمة.